البحرين بمنطقة الصخير، اقتحموا عنوة البوابة الرئيسية وعملوا على إثارة الرعب والشغب بين صفوف الطلبة والهيئة التعليمية. تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين ومجموعات من الطلبة داخل الحرم الجامعي، ما استدعى تدخل رجال الأمن من أجل حفظ النظام والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة. عملت جماعة أخرى من المتظاهرين للقيام بأعمال تخريب وتدمير لبعض مرافق الجامعة، وهو ما يتنافى مع الادعاء بسلبية المظاهرات ويتناقض مع الأعراف الدولية بشأن خصوصية التعليم والأماكن التعليمية. هذا ويعمل حاليا مسؤولو جامعة البحرين على تأمين خروج الطلبة بسلام